ما هو ثقافي يكرس الهوية الثقافية لمدينة تازة ويعرف أيضا بالمولو الموروث الثقافي الذي تسخر به مدينة تازة. مدينة تازة أو إقليم تازة يفخر بعدة مؤهلات كما تعرفون جغرافية وأيضا ثقافية ومتعددة المشارب من فولكلور نايت وراين فولكلور البرانس فولكلور غياطة وكذلك عدة موروث عدة يعني مشارب ثقافية التي تهتم وتكرس الهوية الثقافية لمدينة تازة. إذن عندنا في الفرقة شابة جاءت من من تهلة إقليم تازة. هذه الفرقة يعني كل أعضائها لا زالوا في ريعان شبابهم طلبة يعني لا تتجاوز أعمارهم يعني 22 سنة. هي جمعية إزباون نايت ورين المختلطة لتهلة برئاسة الأستاذ الكبير محمد عزيز برمدان. إذن هذه الجمعية لها عدة مشاركات في مهرجانات محلية ووطنية وأيضا دولية، أهمها أو آخرها مهرجان طنجة المتوسطي، وهذه الجمعية معروفة بتنظيم مهرجان صيف أيت ورين بعين فندل تهلة إقليم تازة. فرحبوا جميعا معي بفرقة إزباون نايت ورين من تهلة. Thank you.
ها 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 مجموعة إزمان لايت ورين التي جاءت